فاينانشال تايمز. داعش يجد طريق الهروب لغنائم الحرب. التقرير ماذا قال؟ قال أن التنظيم خسر الكثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، لأنه ما زال قادرا على جني مبالغ طائلة من بيع النفط. طبعا هم استولوا على النفط بشكل كبير جدا في سوريا خاصة، وأصبحوا هم وكلاء لبيع النفط إلى عصابات وإلى دول إقليمية أيضا، كما أنه فرض عملته الخاصة، حتى أنهم عملوا عملة ليهم خاصة زي الدولار مثلا. لافتا إلا أنه من أولويات التنظيم الآن نقل الأموال خارج المناطق اللي بيسيطر عليها، وأكد أن التنظيم يسيطر على حقول النفط التي تستهدف من قبل طيران التحالف، وأبقى تدفق النفط فيها وتخزينه معتمدا على خبرة العمال المحليين. يعني هو كمان عنده عناصر من العمال ليها خبرة. عناصر التنظيم يعملون على إيه؟ على إبطال اللامركزية في حقول النفط ونقل المزيد منهم إلى المشترين اللي بيخاطروا بحياتهم من أجل الحصول على النفط. التقرير أشار إلى أن التنظيم استخدم نظام لتحويل الأموال في المنطقة وشراء المستلزمات المهمة زي الحديد، الأسمدة، قطع الكمبيوتر، طبعا هم بيستخدموا الانترنت والشبكات، كما انه يستخدم نظام الحواله ايضا لكي يساعده على نقل الاموال لمناطق اكثر امنا خارج الاراضي اللي بيسيطر عليها حاليا. التقرير بيقول ان التنظيم يستثمر اموال النفط كما اشترى مكاتب لتصريف العملات والمشافي خاصه في العراق، ولا يزال يسيطر على اكثر حقلين انتاج للنفط في سوريا هما العمر والتانك اللي بينتجوا نحو 25,000 برميل نفط يوميا بحسب التجار والعاملين فيها. طبعا دي كمية ضخمة جدا، لو حسبنا البرميل بحوالي 40 دولار، 40 في 25 يعني حوالي 10 مليون دولار يوميا، حاجة يعني مبلغ كبير جدا. التقرير يلفت إلى بعض التجار توقعوا انهيار تجارة النفط عند داعش بعدما سد التحالف الطرق إلى شمال شرق سوريا معقل التنظيم اللي كان سوقه الأساسية، لكن التنظيم ضعف من جهوده في سوق أخرى تشمل التجار القريبين من النظام، وتحاول المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام أن تحصل على إمدادات من النفط لسد النقص الناجم عن العقوبات الغربية ومعتمدة خصوصا على إيران. التجار بيقولوا أن الوسيط الرئيس للنظام أنشأ مكتب في منطقة الصبحة، يعني الوسيط اللي بينقل النفط من تنظيم داعش إلى تجار آخرين أنشأ في منطقة اسمها صبحة، دي واقعة تحت سيطرة داعش، مكتب يصطف يوميا شبان طمعا بفرصة لقيادة الحيتان، الاسم الذي يطلق على الصهاريج، مقابل 130 دولار للرحلة. يعني انت بتلاقي كل يوم الصبح مجموعة كبيرة او طابور كبير جدا من الشبان في منطقة الصبحة دي، اصبحت هي المكان لمكتب الوساطة لنقل النفط لتنظيم داعش الى او بيعه الى الدول الاقليمية او الى تجار اقليميين. تلاقيهم بالطوابير في الصباح الباكر كل يوم، ويقود السهريج اللي هو مليان بالنفط ده مقابل 130 دولار، اضرب في 20 6 يعني 2600 جنيه للبرميل.